صباح الخير الإخوة، كي دايرين بخير؟ كما وعدتكم أنا جالس دابا أنا خارج وهز في يدي دي جي آي أوزمو بوكيت وكنشوف غير في ليكرون صغيور ديالها، هي راه أوتوماتيكمون تابعة الوجه ديالي. وكيف ما كتشوفوا أنا جالس كنصور دابا كونتر جور بالعاني باش شوفوا لا كاليتي ديالها. لا كاليتي ديالها وانا جالس دابا بس كنتمشى، جالس كنتمشى الى كان شي تزعزع راه غادي يبان. هي بالاحرى هي راه مديوره باش ما تزعزع، باش ما حتى شي حاجه نديرو نحيدو كاميرا سيلفي ونديرو. هي بس زوينة هادي دي جي اي اوزمو بوكيت ديسكريت، يعني غادي كنصور شادة في يدي ما كتبانش كاع. انتوما كيما كتلاحظوا الاخوة، وبالنسبة لواحد المقطع ما دويتش عليها، بالنسبة للميكروات راه فيها جوج ميكروات كتسجل الصوت ستيريو، داكشي علاش كتلاحظوا مني كنكون في موتور كيتسمع الصوت ديالي واضح ما كاينش المشاكل. دابا غادي نجربو، دابا غادي نجري واحد شويه نشوف واش كاين الاهتزازات ولا لا. بسم الله. ليكم كما قلت لكم انا في نظري الديفو الوحيد ديالها هو داك ديال الباتري، وانا ما اظن كما شفتوا في الحلقه اللي فاتت، حلقه ديال فتح العلبه كيفاش حليتها وريتكم بانه الباتري تقدر تبدل، خاص غير شي تكنيسيان ولا هذا يبدل عليكم. هيا ديسكري هازا في يدي كاس كنصور تقريبا حتى واحد ما كيلاحظ، سيرتو عندنا هنا في المغرب. هانتوما عندنا هنا في المغرب كاين مشكل على وهو ديال التصوير، يعني انا كنمشي للانجليز كنصور عادي ما كاين لا مشاكل لا والو. هنا كيشوفوك هاز اباري بروفيسيونيل كيبقى عليك ممنوع التصوير، ممنوع التصوير. داك النهار مشيت انا و العائله، مشينا ل بدون ذكر اسماء، مشينا لاحد المولات، مشينا لاحد المولات. ايوا سيدي وات سيكوريتي شاف، غير شاف شاف لاباراي بروفيسيونيل لي سوني اثر 3، قال لي هادي راه ممنوعه، هادي ممنوعه. وبديت كنصور في العائلة وجاو عندي ويقول لي واحد، قال لي ما تشدش الناس. قلت لي راه انت وريتو التصويره، كان عندي اوبجيكتيف اف 1.4 يعني لوفيرتور كبيره كيبين الناس اللي وراه فريمون فلو ديال بصح. قلت لي ها انت شوف راه هاد شنو سميتو راه ما صورت شي حد، اللي واضح هو لا فامي ديالي، سينون داك الناس الاخرين كلشي فلو. ويقول لي داير لي الزوم. قلت لي سمي اللي بغيتي تسمي، المهم قلت لي ما كنصور، ما جايش هنا باش نصور الناس،
يصورها غراضي والسلام. كما كتلاحظوا انا دابا في شارع رحام سكيني وغادي وهزها في يدي كتصور ديسكريتمون. ما كاين كاع اللي يقول لك لا، واصلا كاين بعض العناصر حيت الناس ما عارفيناش كيشوفها كيبقى يشوف كتبان بحال هاز ستيلو ولا هاز شي باور بانك ولا مبيناش فيها كاع كاميرا 4K. انا حاليا كنصور ب 1080 بي بي 50 فريم بار سكوند. كاين 80 دوز 50 فريم بار سكوند. علاش؟ حيت يوتيوب ما كاينش 4K و كنصور كونتينيو بلا ما ندير دي بوز باش شوفوا يعني ستابيليزاتور الخدمه ديالو ولا كاليتي. اما هي راه مازال تزيد فيها تقدر تصور 4K، تقدر تريقل على 2K وتصور 4K. يا الاخوه ما كتلاحظوا ديسكريت، حتى واحد تقريبا ما لاحظ الوجود ديالها، حتى واحد من المره لا والو. ايوا شنقول لكم، كانت هذه حلقه كتبين مازال هي راه من غير تصوير، هذا تصوير فيديو عادي مازال فيها دوك لي مود، كاين هيبر لابس وكاين تايم لابس. حتى شي نهار نمشيو لشي طبيعه وندير لكم تايم لابس ديال غروب الشمس. هو فيها تايم لابس وهيبر لابس بالتحكم ديال لونجل ديال مثلا بغيتيها تشوف اليسر والدور من اليسر حتى اليمن ولا العكس. ولكن هذيك تايم لابس و هيبر لابس غادي خصك تكونيكتها مع البورتابل. المهم الاخوه، كان هذا فيديو توضيحي ديال كيفاش كتصور الكاميرا. الى كنتو باغين يعجبكم فيديو ديروا لايك، ديروا سبسكرايب، تابوناو عندنا باش تشجعونا نديروا المزيد من الفيديوهات الشيقه والجديده، يعني فيديوهات تقنيه ونصائح جديدة لكي تعم الفائدة. وبارطاجيو مع أصحابكم وحبابكم، ونتمنى الفيديو يكون عجبكم وشكرا. ديروا هذاك لف ديال السلام عليكم الإخوة، كي دايرين بخير؟ بس أنا قبيلة درت لكم لقطات الصباح ودابا قلت مع راسي غادي ندير لقطات بالليل باش تلاحظوا الفرق ديال ما بين الليل والنهار. انا اول مره غادي نصور فوق الموتور بالليل. انتما الاخوه لا كاليتي ديال لوزمو بوكيت بالليل، يا سلام صغيره ومطوره.
صراحة برافو برافو على دي جي اي، خداو ديك لا تكنولوجي اللي كاينه في الدرون داروها في برودوي صغير. ايوا نقول لكم الى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله، نديروا داك لي في اولي.